مشاهدينا الكرام، للمزيد معنا من بغداد السيد عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أهلا بك سيد عمر. بداية، بعد 8 شهور على انتهاء العملية العسكرية أو العمليات العسكرية بشكل عام في مدينة الموصل، لماذا حتى الآن لم تلقى هذه المدينة التفاتة حقيقية من قبل السلطة؟ مرحبا بك وتحية للمشاهدين الكرام. في طبيعة الحال كانت نتائج ال8 أشهر التي مرت على الموصل التي خلفت أكثر من 11,000 مدني سقطوا خلال هذه المعارك جراء القصف العشوائي والمتعمد واستخدام كافة القنابل المحرمة الأودية في هذه المدينة، وبالتالي نعزل الحكومة الحالية عن تقديم الخدمات وتوفير الأماكن المناسبة لها تصطدم وتتعثر بهذه حجم القنابل التي أوقفت على هذه المدينة، وهي بالكاد لا تستطيع أن تقوم بأي حركة ولا تخول المجتمع الدولي والمنظمات ذات الشأن بأن تقوم بهذه العمليات، لأنها لو كانت هناك منظمات أممية حقيقية تعمل على كشف الحقائق لوجدنا عدم العجاب من هذه المعارك التي استمرت في المدينة، وبالتالي فإن ما يقوم به يعني هذه المنظمات الدولية أو ما تقوم به الحكومة الحالية من عمل بسيط حتى تخفي آثار هذه الجرائم التي ارتكبتها هذه القوات والميليشيات التي معها، ولا تستطيع ان تفصح عن اي معلومات عن هذه الامور التي يمكن ان تكون هناك جرائم حرب حقيقيه في هذه المدينه. سيد عمر، مجلس محافظه نينوى حذر من كارثه بيئيه في الموصل القديمه بسبب الجثث المتفسخه. يعني ما المخاطر التي يمثلها او تمثلها بقاء الجثث تحت الأنقاض على أهالي المدينة وكذلك على البيئة؟ نعم، الوباء كبير، وهذه يعني الجثث المتفسخة والتي انقضت تحت الأنقاض تهدد بكارثة بيئية، فلو انتشرت هذه الأمراض عن طريق الهواء بجراء هذه الجثث المتعفنة والمتفسخة تحت هذه الأنقاض بالكاد ان تكون هناك يعني كارثه بيئيه حقيقيه من انتشار الامراض جميعا مثل الملاريا وغير الملاريا، وايضا يعني يعرفون الاطباء كثيرا هذه اسباب او نتائج هذه الجثث، وبالتالي فعلا المدينه منكوبه والمدينه غير قادره على الوقوف خلال هذه الاعوام، على الاقل نقول 3 أعوام قادمة لا تستطيع مدينة الموصل أن تقف مرة ثانية، ويحتاج لها إلى أكثر من 10 سنوات، كما أكدت التقارير الدولية والمحلية على أن هذه المدينة لا يمكن أن تسترجع عافيتها بعد 10 سنوات جراء هذه العمليات، وبالتالي الحكومة والقوات التحالف الدولي هي من تتحمل هذه طيب هذه المسؤولية. إذا سمحت لي، إذا انتقلت معك إلى موضوع آخر وهي قضية الاعتقالات لتشابه الأسماء، هناك تقارير صحفية تحدثت عن تصاعد مخاوف أهالي مدينة الموصل بسبب الاعتقال لتشابه الأسماء. طبعا هذه مشكلة كبيرة يعني تهدد حياة الكثيرين، كيف تفسر هذه الممارسات وكذلك ما الغاية منها؟ الممارسات التي تقوم بها القوات الحكومية في هذا الشأن هو بطبيعة الحال هو عقاب جماعي وعقاب ممنهج ضد أبناء المدينة، وبالتالي انتفى إذا كان هناك يعني إعلان نصر حقيقي كما يدعي العبادي وجيشه، فالغاية انتفت حتى إذا كان هناك بعض الأفراد 1 أو 2 قد ينتمون إلى تنظيم الدولة، ولكن هذا الأعداد الكبيرة والمهولة التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات باعتقالهم، فإن هذا يضع العديد من علامات الاستفهام، لا سيما أن هذه المدينة تضررت كثير من جراء المعارك ولا تزال تتضرر بجراء التعسف باستعمال الحق والممارسات اللا إنسانية التي تقوم بها القوات الحكومية والميليشيات، وعلى المجتمع الدولي أن يتنبه أيضا، ونحن نكرر دائما المجتمع الدولي له الدور الكبير في إيقاف هذه المجازر، ولكن للأسف إلى الآن لم يستطع أو لم يتحرك أي منظمة من منظمات الأمم المتحدة جراء هذه
الانتهاكات المستمره بحق الانسان العراقي سيما في مدينه الموصل وصلاح الدين والانبار وغيرها من المدن التي تقع تحت سطوه الميليشيات وسطوه الحكومه التي لا ترحم ولا تكون هناك اي اتجاه قانونيه تمارسها بعملياتها جميعا. كان معنا من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب السيد عمر الفرحان، شكرا جزيلا لك.